اللهم صل وسلم. بسم الله. وصلنا لفرع زين. فرع زين. ماشي. فرع زين اللي هو السؤال السؤال الأول جد الحل العام. السؤال الأول جد الحل العام. في صفحة كم؟ 207. صفحة 207. وصلنا عند فرع زين واحد زائد جيب سين على جد سين. صفحة 207. بعدنا مع السؤال. السؤال الأول فرع زين واحد زائد جيب سين على جد سين. واحد زائد جيب سين على جد سين. زائد جتا سين على واحد زائد جيم سين يساوي أربعة. أربعة. نحل المعادلة هاي. أول خطوة توحيد المقامات. توحيد المقامات. أول خطوة توحيد المقامات. كيف توحيد المقامات؟ مضرب. كيف توحيد المقامات هون في الحالة هاي؟ من رأيك؟ استنوا يا شباب. طيب. هل نوحد ايش؟ واحد المقامات. المقامات هون مختلفة. جتا سين. هون واحد زائد جيب سين. بضرب هاد هاد وهاد هاد. كيف يعني؟ يعني هيك. الجتا سين بايش بدي اضربها؟ واحد زائد جيب سين. طبعا في البسط. تصل في المقام. واحد زائد جيم سين لما تضربها مع واحد زائد جيم سين طلع عندك ايش؟ صار هاي تربيع. طيب واحد زائد جيم سين بتضربها مع مين؟ مع جتا سين. هاي مع جتا سين لما تضرب هاي مع جتا سين صار هاي تربيع. صار المقام موحد. صار المقام موحد. ايش المقام؟ جتا سين جتا سين واحد زائد جيب جيب سين. جتا سين واحد زائد جيب سين. طيب بسط عندك واحد زائد جيب سين تربيع. فك التربيع. فك التربيع. طيب فك التربيع. كيف فك التربيع؟ أول تربيع واحد. الأول بالثاني باثنين. اثنين جيب سين زائد جيب تربيع سين. زائد جد تربيع المقام الثاني جتا تربيع سين. هذا كله يساوي سبعة. في عندك في البسط جيب تربيع زائد جتا تربيع. جيب تربيع زائد جتا تربيع. واحد. خلاص. هاي واحد. جيب تربيع زائد جتا تربيع متطابقة واحد. وفي كمان واحد. قديش صاروا؟ اثنين. بقى واحد. وهون جيب تربيع زائد جتا تربيع واحد. واحد واحد صارت اثنين زائد اثنين جيب سين على جتا سين واحد زائد جيب سين يساوي أربعة. طيب اثنين زائد اثنين جيب سين. اثنين زائد اثنين جيب سين في عامل؟ عامل مشترك صح ولا لا؟ في اثنين عامل مشترك. صار عندك في البسط اثنين عامل مشترك. شو ضل؟ واحد زائد جيم سين على جتا سين. واحد زائد جيم سين. واحد زائد جيم سين. ايش يساوي؟ يساوي أربعة. ضرب تبادلي. طيب. يا إما بتضرب ضرب تبادلي. بعدين تختصر يا ما بتختصر من هسه احسن اختصار. بس انتبهوا لهذا موضوع الاختصار. لما تختصر واحد زائد جيب سين مع واحد زائد جيب سين واحد ممكن الواحد زائد جيب سين اللي انت اختصرتها تساوي صفر. بسأل سؤال. شو احنا اختصرنا واحد زائد جيب سين او واحد زائد جيب سين هسه ممكن الواحد زائد جيب سين اللي احنا اختصرناه هاي ممكن تساوي صفر؟ لا. ليش لا؟ في واحد. نرجع لموضوعنا القديم. نرجع لموضوعنا القديم. إيش هو؟ سين تربيع
يساوي سي. سين تربيع يساوي سين. ركزوا في النقطة هاي. سين تربيع يساوي سين. ممكن أنا واحد شو بيحكي لك؟ بقسم على إيش؟ على سين. قسم على سين. قسم على سين. هون التربيع راح مع السين. شو ضل عندي؟ سين يساوي واحد. الجواب سين يساوي واحد. بس ما تزبط قوانين إنه سين يساوي. طيب. حكينا هذا. في واحد تاني سين تربيع يساوي سين. دخل السين لجوا سين تربيع ناقص سين يساوي صفر. خد سين عامل مشترك ضل سين ناقص واحد يساوي صفر. تطلع سين تساوي صفر سين تساوي واحد. طب هذا طلع معه جوابين. هذا طلع معه جوابين. ليش؟ نحكينا لما تقسم على شغلة لازم احتمال إن الشغلة هاي ممكن تساوي صفر. ممكن تساوي صفر معي؟ طيب انا قسمت هنا واحد زي جيبسي هنا واحد زي جيبسي. انت ما تفكرش فيها خلاص مشي السؤال. اكتب هيك اثنين ضل عندي اثنين على جنب سين تساوي اربعة. اضرب ضرب تبادلي اربعة جتا سين اربعة جتا سين تساوي اثنين على على اربعة على اربعة راحة جتا سين تساوي نص. هاي سهلة جتا سين تساوي نص. الآن انتبه معي الآن. احنا قسمنا واحد زائد جيب سين واحد زائد جيب سين. طالما يا أستاذ قسمت واحد زائد جيب سين واحد زائد جيب سين مفروض تسويها بصفر. لا ما راح أسويها بصفر لأنها مش ممكن تساوي صفر. على السريع ليش مش ممكن تساوي صفر؟ لأنها فوق موجودة وين؟ في المقام. لا يمكن المقام تساوي صفر. ماشي؟ لا يمكن المقام تساوي صفر. طيب ما علينا نرجع لموضوعنا. قسمنا واحد زائد جيب سين مع واحد زائد جيب سين. صار عندي هون جتا سين في الاخر تساوي ايش؟ نص. هل صارت معادلة عادية ولا لا؟ نكتبها هون جتا سين تساوي نص. متى الجتا بتساوي نص؟ 60. 60 اللي هي كم؟ باي باي على 3. وهون كمان واحدة اكيد باي على 3. الإشارة الإشارة تعتبر موجبة. الجتا وين موجبة؟ الربع الأول والربع إيش؟ الرابع. إذا هون سين تساوي الربع الأول بتضلها باي على 3 اتفقنا. وبالربع الرابع باي على 3 بس راح تصير فوق إيش؟ 5 باي على 3. هذا الحل الأولي. طب الحل العام شو بنعمل؟ خط زائد زائد شو الاقتران اللي عندي؟ الاقتران اللي عندي جتا. شو دورة الجتا؟ جتا زائد 2 باي 2 باي وعامل سين واحد يعني 2 باي يعني 2 باي. يبقى هون 2 باي نون 2 باي 2 باي نون. هذا الحل ماشي يا جماعة. إذا شو عملنا هون؟ وحدنا مقامات جيب تربيع زائد جتا تربيع واحد 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 اثنين اثنين زائد اثنين جيب سين اثنين زائد اثنين جيب سين في اثنين عامل مشترك. صار عندي واحد زائد جيب سين وتحت واحد زائد جيب سين. شطبت واحد زائد جيب سين مع واحد زائد جيب سين. اثنين على جتا سين يساوي اربعة ضرب تبادلي جتا سين يساوي نص. هاي جتا سين يساوي نص. جتا ايش بتساوي نص؟ جتا جتا 60. 60 اللي هي باي على 3 باي على 3 طبعا بما انها موجبة. إذا في الأول وفي الرابع الجتا في الأول والرابع موجبة. في الأول بتضل باي على 3 وفي الرابع بتصير 5 باي. 5 باي على إيش؟ على 3. ماشي؟ طيب يبقى هون سؤال ح. نيجي لسؤال ح. فرحة جتا 2 سين ناقص جيب تربيع سين. جتا 2 سين ناقص جيب تربيع سين زائد 2 يساوي صفر. شو أول شغلة بتطلعوا عليها وتفكروا فيها؟ أول إشي بيجي ببالكم إيش؟ الزوايا. أول إشي بيجي ببالكم في هون الزوايا. هون في عندي 2 سين طيب اخذ جتا عندي سين. خلينا نتصرف مع هاي اجيب 2 سين واحد ناقص جتا
طيب جت 2 سين، حكينا جت 2 سين لها كم متطابقه؟ 3. اللي هم الثاني اكتبها وبعدين نطاوش. 2 جت 4 سين ناقص 1، 1 ناقص 2 ج تربيع سين. ايش رايكم؟ عشان نختصر واحد على اثنين ناخذ الاولى. جد تربيع سين. استنى شوي، خلينا نشوف، خلينا نشوف مين فيهم، خلينا نشوف مين فيهم. اخذ الاولى؟ الثالثه. طيب طيب خلينا ناخذ الثالثه، ماشي خلينا ناخذ الثالثه. جد 2 سين، 1 ناقص 2 ج تربيع سين. هاي كمل ناقص ج تربيع سين زائد 2 يساوي ايش؟ 0. طيب 1 زائد 2 3 سالب 2 سالب ج تربيع سين بتصير سالب 3 ج تربيع سين يساوي ايش؟ صفر. انقل بصير عندي جيب تربيع سين يساوي 1. مضبوط 1؟ اه. نقلت التلات صارت سالب 3. قسمت على المعامل على سالب 3 على سالب 3 صارت جيب تربيع سين يساوي 1. حط جذر، حط جذر. هاي جذر جذر موجب وسالب، يعني اما جيب سين يساوي 1 او جيب سين يساوي سالب 1. متى جيب يساوي 1؟ محور الصادات فوق ولا تحت؟ فوق. يعني سين يساوي باي على 2. هذا حل اولي. طب اذا بدي حل عام زائد 2 باي دورة الجيب 2 باي على معامل سين، معامل سين 1 يعني 2 باي مضروبه بايش؟ 2 باي ايش؟ نون. هون متى الجيب يساوي سالب 1؟ تحت محور الصادات. وين؟ تحت. يعني سين تساوي محور الصادات تحت اللي هو 3 باي على 2 طبعا زائد 2 باي. 2 باي. بس لو اخذنا الاولى اخذنا الاولى ما بتزبط. جد 2 سين، جد تربيع ناقص جيب تربيع، بصير عندك جد تربيع ناقص جيب تربيع كمان ناقص جيب تربيع، بصير جد تربيع ناقص 2 جيب تربيع. هي اللي مضبوط. ماشي؟ تمام؟ هي ظبطتها، ظبط. خلاص؟ هذا فرحها. صليتوا على النبي يا جماعة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. خلص السؤال الاول هيك السؤال الاول خلص هيك السؤال الاول خلص نيجي للسؤال الثاني. هي الامور صارت اسهل شوي صح؟ اه اسهل. السؤال الثاني، السؤال الثاني بحكي لك اكتب كل معادله من المعادلات المثلثية الآتية بدلالة اقتران مثلثي واحد. اكتب بدلالة اقتران مثلثي واحد. اكتب بدلالة اقتران مثلثي واحد. ايش يعني هذا أستاذ؟ خلينا نشوف. ألف 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 معطيني إياها. 2 جذر تربيع سين، 2 جذر تربيع سين يساوي جيب سين زائد 1. إيش معنى السؤال هذا؟ معنى السؤال هذا اكتب بدلالة اقتران مثلثي واحد. شوف هيك مكتوب عندي هون 2 جذر تربيع يساوي جيب زائد 1. فيها جذر وفيها جيب، فيها جذر وفيها جيب. بدي اياهم يصيروا بدلالة شغلة واحدة، شغلة واحدة، شغلة واحدة. ايش هي؟ أي شيء بس شغلة واحدة. يا جيب يا جذر يا ظل يا قاطع يا قطع يا غطا، بس بتصير شغلة واحدة، بس بتصير شغلة ايش؟ واحدة.
طيب عندي هون جدة وعندي جيم، شو رايكم؟ خليها بدلالة ايش؟ خليها جدة احولها لجيم؟ اه طيب ماشي. كيف احول الجدة لجيم؟ في واحد بيقول لي في عندك استاذ شغلات كثير، في عندك شغلات ايش؟ كثير. واحد بيقول لي استاذ هاي اثنين الجدة تربيع عبارة عن واحد ناقص جيم تربيع سي، صح؟ الجدة تربيع واحد ناقص جيم تربيع هاي الاثنين برا، هاي الاثنين برا ماشي؟ الجدة تربيع مش هي نفسها واحد ناقص جيم تربيع؟ مزبوط ولا لا؟ الاثنين برا، هاي الاثنين برا هاي يساوي جيم س زائد واحد. هاي صارت كلها بدلالة ايش؟ دلالة الجيم. خلاص شلنا الجدة تربيع. لو رتبناها، لو رتبناها اثنين بواحد اثنين ناقص اثنين جيم تربيع س يساوي جيم س زائد ايش؟ زائد هاي دلالة الجيم. خلاص شو بده؟ بس هيك بده اياها بدلالة الجيم بس. هاي الفكرة. بدك ترتبها رتبها. جيب هذول هناك. سالب 2 جيب تربيع سي. بتوديها لهناك. بتصير 2 جيب تربيع سي. وفي جيم سي. والاثنين لما تجيبها هناك بتصير سالب 2. 1 ناقص 2 ناقص 1 يساوي صفر. طيب. ما بكمل شيء بس هيك. شو بدي اكمل؟ هو بيحكي لك اكتب بس الاقتران هاد دلالة شغلة واحدة. خلاص هيك كتبنا دلالة شغلة واحدة، ما بتكمل شيء، ما بيحكي لك حل المعادلة. ما بيحكي لك حل المعادلة. بس هيك، بس هيك هذا المطلوب. ماشي يا جماعة، مفهوم؟ عرفت شو يعني اكتب بدلالة اقتران مثلثي واحد؟ يعني المعادلة بدل ما هي فيها جدة وجيم، صارت معادلة بس فيها جيم، بس هذا هو. هذا المطلوب. طيب. ب جيب س يساوي جتا س. ب جيب س يساوي جتا س. ها كيف اخليها بدلالة اقتران مثلثي واحد؟ ها لو قسمنا، لو قسمنا على الجتا بصير ظل. قسم على الجتا، على جتا، على جد جيب على جدة ظل يساوي جدة على جدة واحد. خلاص هاي بدلالة ظل. خلاص ما بده حل، بده هيك بس. هاي كتبناها بدلالة مين؟ دلالة الظل. دلالة الظل. وهي شغلة اعرفها دائما، احنا حكيناها في الأسئلة بحل المعادلات. عندك جيب وجدة، جيب وجدة قسم على جدة تتحول بدلالة ظل. جيب وجدة، جيب وجتا قسم على جتا تحول بدلالة دلالة الظل. ولو بدك تحلها بتحلها، بدك تحلها ايش؟ بتحلها. طيب جيم 5 ظل تربيع يساوي 6 قاطع ناقص 5. جيم كم بنتعامل على قطوة قاطع؟ جيم وينها؟ 5 ظل تربيع، 5 ظل تربيع س يساوي 6 قاطع ناقص 5. 6 قاطع س ناقص 5. ايش رايكم؟ كيف نخليها بدلالة شغلة واحدة؟ نحول القاطع إلى جيم نرجع الأصل. في مثلث غير قاطع، بس نحول قاطع إلى واحدة. لا لا لا، ما بدي أحول لجيم وجد. هاي عندي ظل تربيع وعندي قاطع، في علاقة ما بين الظل تربيع والقاطع؟ فيها مثلث، مثلث اللي هو فيه فوق قاطع تربيع، تحت شو مين؟ ظل تربيع واحد. هسا ممكن اشيل مين؟ الظل تربيع، صار عندك هون 5. الظل تربيع عبارة عن قاطع تربيع ناقص واحد، قاطع تربيع ناقص واحد يساوي 6 قاطع س ناقص ناقص ايش؟ ناقص 5. ماشي بدك ترتبها، رتبها، وزع الخمسه، 5 قاطع تربيع، 5 قاطع تربيع س
ناقص 5 بواحد 5 يساوي 6 قاطع س ناقص 5 ناقص 5 مع ناقص 5 صار عندك 5 قاطع تربيع س دخل هاي جوا ناقص 6 قاطع س يساوي شو يا فادي شو يا فادي ها طيب هاي خمسة جيم خلصنا دال بداش شيء سهلة جدا واحد شوف رقم أو فرع دال فرع دال هاي ها واحد زائد ضاد تربيع سين هذه كتبة حالها هاي سهلة جدا واحد زائد ضاد تربيع سين يساوي ثلاثة قطع ثلاثة قطع سين بين هاي بين هاي سريعة بين ليش واحد زائد ضاد تربيع قطع واحد زائد ضاد تربيع هي نفسها إيش قطع قطع تربيع سين يساوي ثلاثة قطع قطع سين بدك ترتبها بتصير قطع قطع تربيع سين ناقص ثلاث قطع قطع سين يساوي لا ولا بقطع مشترك ولا شو بده اياه هيك بس بدناش نحلها اصلا ما بدنا نحلها هو بده بس ايش بدلاله شغله واحده طيب هذا سؤال سؤال اثنين هذا سؤال ايش سؤال سؤال اثنين يا جماعه سؤال اثنين طيب سؤال ثلاث سؤال ثلاث سؤال ثلاث سؤال ثلاث بحكي لك استخدام الرسم حل كلها من المعادلات الآتية جيب سي يساوي سالب جذر س بدناش احنا نحل باستخدام الرسم بدنا نحل باستخدام الطريقه الجبريه استخدام طريقه الجبريه ماشي طبعا باستخدام الرسم ايش يعني باستخدام الرسم يعني عشان تكون عندك فكره باستخدام الرسم بقول لك حل خلينا رقم ا ج س يساوي سالب جذر س ا ج س يساوي سالب جذر س هذا طبعا هو ايش يا جماعه حلو استخدام الرسم يعني بترسم هذا الاقتران جيب سين ترسم جيب سين لحال كيف؟ بترسم جيب سين مش خدنا رسم الاقتران الجيب كيف نرسمه لما حكينا بتطلع الدورة بعدين ربع الدورة الساعة ما بتفرقش معنا دورة ربع الدورة ربع الدورة بتضربها صفر واحد اثنين ثلاث واربعة وبترسم نفس الطريقة بترسم سالب جذر س على نفس الرسم هسا الجيب س والسالب جذر س راح يصير بينهم تقاطع راح يصير بينهم ايش؟ تقاطع التقاطع هذا هو الحل التقاطع هذا هو ايش؟ هو الحل طيب احنا بدنا اياها جبرية بدنا اياها جبرية بدنا اياها ايش؟ جبرية طيب كيف تنحل جبريا هاي؟ جيب س يساوي سالب جذر س قسم على ايش؟ جذر ولا الجيب؟ على الجيب عشان يطلع على الجيب على الجيب قسم على الجد عشان تتحول لايش لظل يبقى هي تقسم على الجد ها على الجد بس على الجد جيب على الجد ظل ظل سالب 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 واحد ظل سين سالب سالب واحد وين الظل سوى واحد ظل ايش سوى واحد 45 ظل ال 45 اذا هون الواحد اللي هو ال 45 يعني س تساوي واثنين اللي هي الباي على 4 ال 45 هون باي على 4 هاي كمان واحد بما ان الظل سالب بما ان الظل سالب انو ربع الثاني الرابع طيب ف
في الربع الثاني سين تساوي باي على أربعة. بما أنه في الربع الثاني ناقص واحد ثلاثة باي على أربعة. طب الجهة الثانية سين تساوي باي على أربعة. بما أن إحنا في الربع الرابع أضرب باثنين ثمانية ناقص واحد سبعة باي على أربعة. هذا الحل الحل الأول. الحل العام. لو بدي الحل العام هذا حل أول. الحل الأولي ثلاثة باي على أربعة سبعة باي على أربعة. لو بدي الحل العام انتبهوا زين. دورة الظل باي على معامل سي. يعني ده صفر باي. دورة الظل باي على معامل سين مش اثنين باي. باي على معامل سين. معامل سين واحد يعني باي خلاص. اذا هون باي نون. باي نون. طبعا هون برضو ايش؟ باي باي نون. طبعا نون تنتمي لايش يا جماعة؟ نون تنتمي لايش؟ الى صفر. هاي الحل الحل العام. حل اولي ثلاثة باي على اربعة وسبعة باي على اربعة. حل عام ثلاثة باي على اربعة زائد باي نون سبعة باي على اربعة زائد باي. هذه ألف. باء باء فرع باء فرع باء جيب سين سو جيب اثنين سين جيب سين سو جيب اثنين سين. طبعا أول خطوة هي وحكى لي إياها حكى لي أستاذ جيب اثنين سين متطابقة اللي هي جيب سين جيب اثنين سين اثنين جيب سين جتا سين انجل صارت جيب سين ناقص اثنين جيب سين جتا سين تساوي صفر. وبنأكد يا جماعة الموضوع هذا أكد على الموضوع هذا. إذا حبيت تكتب بالطريقة الثانية يعني حبيت تقسم على جيب سين واحد حب يقسم على جيب سين يعني أنا أستاذ بشيل جيب سين مع إيش؟ جيب سين مع جيب سين. طالما شلت جيب سين مع جيب سين بتسويها وإيش؟ صفر. جيب سين تساوي صفر. إذا عملت زي هيك بدك على جنب تكتب جيب سين تساوي صفر. طيب إحنا ما عملناش زي هيك خلاص ما استخدمنا طريقة إيش؟ عامل مشترك. العامل المشترك نقلت هاي بتاخد جيب سين عامل مشترك شو بضل عندك هون؟ واحد ناقص اثنين جتا واحد ناقص اثنين جتا سين تساوي صفر. طبعا اما جيب سين اما جيب سين تساوي صفر واما واحد ناقص اثنين جتا سين تساوي صفر. هون الجتا نص لما نجي الواحد بصير سالب سالب مع سالب الجهة الطرف. طبعا جيب يساوي صفر وين الجيب يساوي صفر عم يحوز عم يحوز السيناء يعني سين يساوي صفر وسين يساوي باي. هذا حل اولي. الحل العام زائد اثنين باي نون زائد اثنين باي نون. طيب الجدة بتساوي نص. جدة ليش يساوي نص يا جماعة؟ جدة الستين اللي باي على باي على ثلاث كمان واحدة باي على ثلاث. الإشارة موجبة. وين الجدة موجبة؟ الربع الأول الربع الرابع. الأول بتضل زي ما هي سين تساوي باي على ثلاث. وفي الربع الرابع طبعاً بتصير سين تساوي باي على ثلاث. اضرب ثلاثة في اثنين ناقص منها واحد بتصير خمسة خمسة باي على ثلاث. هذا حل أولي. الحل العام زائد اثنين باي نون زائد اثنين باي زائد اثنين باي نون. ماشي؟ تمام؟ طيب شو اليوم؟ اليوم الخميس. طيب الرجاء هيك طلب من المتابعين إذا كنت بتتابع بشكل مستمر إذا كنت متابع القناة بشكل مستمر يا ريت تعمل على صفحتك على الفيسبوك على صفحتك الشخصية على الفيسبوك إعلان عن القناة. متابعين للجميع هسا اللي بيتابعوا سواء هون أو في البيت طلب على صفحتك الشخصية على الفيسبوك سوي إعلان عن القناة إعلان على صفحتك. طبعا في بعض الناس يقول لك أنا أستاذ بدي أحط على صفحتي إعلان لأي شيء تاني ما بحب أحط على صفحتي أشياء غريبة. أنا بحكي لك سوي إعلان على صفحتك بس خميس جمعة سبت الأحد شيء. ماشي المتابعين طلب لجميع المتابعين سوي إعلان على صفحتك للقناة
في على صفحتي انا اعلان عن القناه، اعمل له شير على صفحتك. خميس جمعه سبت الاحد شيل، ما بتحبش تخليش على صفحتك الاحد ايش اعمل له طيب نكمل كم هذا سؤال سهل سهل المعادلات. طيب السؤال رقم 4 سؤال رقم 4 هيو اشتغل 4 سؤال رقم 4 بيحكي لك دون اللجوء الى الحل من غير ما تحل اذكر عدد الحلول الممكنة دون اللجوء الى الحل اذكر عدد الحلول الممكنة هاي سؤال 4 حلو ما تحلش يعني لها كم حل المعادلة ممكن يطلع لها كم حل ممكن يطلع لها كم حل في الفترة من 0 ل 2 باي شوف سين اكبر من 0 واصغر من 2 باي يعني دورة واحدة دورة واحدة بدون الصفر وبدون ال 2 باي مفيش مساواة طب الف 3 جيب سين يساوي 4 انتبه علي الف يطلع 3 جيب سين يساوي 4 انتبه معي شوية هيك هذا لما نيجي نحله دون اللجوء للحل يعني مش الحل الكامل مش الحل الكامل يعني عندك 3 جيب سين يساوي 4 يعني جيب سين تساوي 4 على ايش 4 3 4 3 جيب سين 4 3 الى كم حل هاي ها مين يعرف حلين لا حل واحد حل واحد لا ولا حل ولا حل ليش ليش ايوه عندك 4 3 يعني واحد وثلث واحد وثلث ما في اجابه اكثر من واحد في ذات الوحده ايوه 4 3 يعني واحد وثلث صح ولا لا هسه في جيب جيب اكبر من واحد تصير واحد على ثلث لا يبقى هاي عدد الحلول يساوي ايش صفر عدد الحلول صفر يعني ليس لها حلول لانه في شيء جيب في شيء جيب اكبر اكبر من الواحد في شيء جيب اكبر من الواحد طيب اللي بعدين طول بالك طول بالك باء باء ضل س يساوي واحد ظل سين يساوي واحد إلى كم حال؟ يعني ما يعني هو بيحكي لك هو بيحكي لك دون هو بيحكي لك دون اللجوء إلى الحل ما هي محلولة ما هي محلولة مبينة يعني الظل يساوي واحد كم شغلة ظلها بيساوي واحد؟ 45 هي اللي ظلها بيساوي واحد في كم ربع؟ ربعين يا ربع الأول يعني هون الجواب عدد الحلول يساوي حلين اثنين عدد الحلول يساوي حلين طيب رقم جيم رقم جيم ظل سين زائد ضوطة سين يساوي صفر ظل سين زائد ضوطة سين يساوي صفر ظل سين زائد ضوطة سين يساوي صفر إلى كم حل هاي؟ إلى كم حل؟ ها؟ إلى كم حل هاي ظل سين زائد ضوطة سين يساوي صفر؟ ها؟ يلا هاي ملهاش حلول يا جماعة هاي ملهاش إيش؟ حلول ليش ملهاش حلول؟ بحكي لك أنا ليش ملهاش حلول؟ إلا الظل ظل زائد ضوطة والضوطة مش الظل والضوطة نفس الإشارة بيطلعوا في الربع الأول بيكون الظل موجب والضدة موجب طيب الربع الثاني سالب وسالب هسه ممكن قيمتين ممكن قيمتين لهم نفس الإشارة يطلع جوابهم صفر لا عشان يطلع جوابهم صفر لازم هذا عكس إشارتها أي قيمتين مجموعين أي قيمتين بينهم جمع عشان يطلعوا صفر يعني شوف لما نحكي لك هيك ثلاث
3 زائد 3 تساوي 6. طب سالب 3 سالب 3 سالب 6. متى بيصير صفر؟ لما يكون عندك ايش؟ 3 ناقص 3 او سالب 3 زائد 3. ايه بيساوي صفر؟ طب الظل والضغط بيساوي 1. الظل والضغط لنفس الزاويه بيساوي 1. ممكن اشارتهم تختلف؟ لا مستحيل. طب ما الظل اشارته زي اشاره الضغط، يعني في الربع الاول، في الربع الاول الربع الاول الظل موجب والضغط موجب. طب اذا كان موجب وموجب ما بيطلعش صفر. طيب بالربع الثاني سالب وسالب برضه ما بيطلع صفر. يبقى مستحيل ظل زائد ضغط يساوي صفر الا اذا كان الظل صفر والضغط صفر. صفر زائد صفر. طب هذا مستحيل برضه. ليش مستحيل؟ لان لو الظل صفر الضغط غير معرض، الضغط مقلوب الظل، الضغط مقلوب الظل. ولو كان الضغط صفر الظل غير معرض. اذا مستحيل الظل ينجمع مع الضغط يعطي ايش؟ صفر. يعني هاي برضه ليس لا حلول. يعني عدد الحلول صفر، عدد الحلول يساوي صفر. ماشي؟ ها؟ خلاص؟ دقيقة يعني؟ سؤال 5، ضل عندنا سؤال 5 و6، سؤالين سهلين جدا، شو ماشي؟ وبعدين إن شاء الله أسئلة الوحدة، نحل أسئلة الوحدة. راح تطول شوية أسئلة الوحدة، طلعوا أسئلة كتير يعني. عادي. اختار أسئلة الوحدة. اختار. اختار يعني عندك سؤال 7 لحاله، 1 2 3 4 5 6 7 8، سؤال 8 1 2 3 4 5 6 7، سؤال 9 1 2 3 4. اوه هذا بده فصل جديد، هذا سنة الوحدة نفتح لها فصل جديد. يعني بنحل ان شاء الله يعني مستطاع.